حكمة وبالقاه خيرا وبالدال دليلا وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء دياء وبالضاء تراوة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعدة وبالنون نورا وبالضاء يسرة وباللام هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن بالخطئ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سحب أو سوء الحال أو تعديل عند تلاوة القرآن أو كسر أو زيغ أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغام أو إدهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحمة آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نمل قلوبنا بالقرآن وزكنا أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن تعال لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مولسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا للتمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وبالخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم آل اصلح شاكنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقبور